يمكن كمان من اهم اللعيبه في النادي الاهلي واللي يمكن لعب بس 5 دقايق الماتش اللي فات بس كان فارق جدا، كابتن وليد سليمان. اكيد طبعا ده الحاوي ده. شايف ازاي يعني تالق كابتن وليد سليمان مع النادي الاهلي الفتره دي، وانه قد ايه بيفرق جدا اول ما بينزل الملعب يا كابتن؟ الدنيا بتتغير، شكل اللعب كله بيتغير. ولازم لسه برضه هاخد من كلامي في النقطه اللي انا قلتها لحضرتك من شويه، ان علي معلول ليه دور ان هو بيبقى قائد جوه الملعب. صح. وده الجزء التكميلي لكابتن وليد سليمان. صح. وهو لما بينزل ممكن بيقلب اي ماتش بلغه الكوره، بيقلب اي ماتش. دايما في اي فرقه في العالم بيبقى اللاعب الخبره ليه دوره، مش لازم يبقى دوره جوه الملعب ان انا لاعب اساسي. ممكن ابقى اساسي في خلال ربع ساعه، ممكن ابقى اساسي في خلال شوط. ده اللي بيحدده دايما المدير الفني لما بيديك تعليمات كلاعب خبره جوه الفرقه، ازاي امشي وليك دور امشي بيه جوه الفرقه. وخاصه لما يبقى كل ماتش دلوقتي وليد سليمان محسوب ان انت اللاعب اللي هو بيقلب فعلا اي ماتش لما بينزل او بيبدا. يعني يمكن الفتره اللي فاتت في ماتشين او 3 ماتشات وليد سليمان بدا فيهم. بس الاكتر كله هتلاقي ان لما بينزل بيبقى احسن، مش قصه احسن ان هو يبدا او ما يبداش، لا احسن في ان هو في وقت من الاوقات اللاعب بيبقى محتاج اللاعب الخبره اللي هو ينزل يحركه، يحسم الموقف بقى، يحركه ويشغله ويديله الدفاعيه ويديله ويعلي الهمه بتاعته، عكس من ان انا مثلا ابدا اللاعب الخبره من اوله من اول المباراه. في ممكن بيبقى اللعيبه ما بتستجبش للعيبه الخبرات بمعنى صح ان هو من بدايه الجيم. لكن النقطة دي أنا شايف إن هو مع كابتن وليد سليمان بتفرق، سواء هو بدأ المباراة أو حتى نزل شوط أو نزل نص ساعة، بيقدر يغير الريتم بتاع المباراة، بيعرف يغير العقلية بتاعت اللعيبة مثلا الصغيرة أو الكبيرة حواليه في الملعب، بيقدر يلم الفرقة بمعنى صح، وإن هو يقدر برضه إنه يغير نتيجة المباراة للأحسن.